المجال لكلمة اللجنة التنظيمية ورئيس اللجنة التنظيمية محمد الضاوي للافتتاح والترحاب وإلقاء الكلمة، فليتفضل مشكورا. باسمي وباسم اللجنة التنظيمية لدوري كرة القدم التونسيه في دورته الأولى ضمن فعاليات أيام الصيف طرابلس، أرحب بكم ونتشرف بوجودكم معنا اليوم. يطيب لنا أن نعلن عن تدشين مشروع رياضي ترفيهي ضمن الألعاب الصيفية الشباب والرياضة والعلم نبني الوطن، وكم أحوج لنا أن ندعم كل ما هو هدف وبناء يبني العقول والأجسام. يا الصيف شكرا للجنة المنظمة لتوجيه الدعوة. صراحة خيرة الشباب في تنظيم البطولات، كان أصدقائي نعرفهم شخصيا، كان القاوي سالم كل الشباب ربي يبارك. أعتقد بأن هذه الفرصة ستكون أفضل رد من أبناء طرابلس على ما يتم تداوله في الفترة الماضية على أن طرابلس غير صالحة للعيش، فهي مسؤولية مشتركة من أبناء طرابلس اللي يحاولوا يقدموا الصورة الحقيقية لطرابلس، وبتاحت الفرصة لكل الطاقات الموجودة. نتكلم على شباب، عائلات وأطفال، نتمنى لهم التوفيق جميعا، وإن شاء الله نساهموا جميعا في ترك صورة عكس الصورة النمطية اللي عرفوها على ليبيا أولا على طرابلس ثانيا، وهذا أقل شيء يتقدم لطرابلس وليبيا. حسن ترشح للمرحلة الثانية في حالة تساوي الفريقين في عدد النقاط في المجموعة، يتم النظر إلى المباراة التي جمعت بينهم يعني المواجهة المباشرة، وفارق الأهداف بعد فارق الأهداف لكل فريق لا تعتلي عليه الأهداف، وفي حال تعادل الأهداف المسجلة تعتلي الأهداف المقبولة، وتوصل عدد البطاقات الحمراء والصفراء، يعني توصل لحد حتى كروت مش يعني استخدمناها في سابق أن كروت حد حتى هو شكون الفريق المترشح. محمد جمال عبد الناصر علي الضاوي، رئيس لجنة بطولة أيام الصيف لكرة القدم الخماسية. الهدف من البطولة توصيل صورة كرة القدم الخماسيات في شوارع طرابلس بصورة مميزة، وأيضا أحياء مدينة طرابلس بالجماهير وبالصورة الممتازة عن طريق كرة القدم. وجوائز تتكون جوائز البطولة من ثلاثة ترتيب، اللي هي الترتيب الأول 20,000 دينار، والترتيب الثاني 15,000 دينار، والترتيب الثالث 10,000 دينار، وجوائز أيضا لأفضل لاعب وأفضل حارس في البطولة. مجد فكاني احد اعضاء اللجنه المنظمه لمهرجان ايام الصيف دوري السلام لكره القدم وكذلك الرياضات الشاطئيه في جهه حي الاندلس، وكذلك كل الشكر للجان المنظمه والشركات الراعيه والجهات اللي قامت بهذا المهرجان الكبير اللي يضم كل ليبيا وكل المدن المجاوره لطرابلس وكذلك طرابلس. وطبعا اليوم اختتمنا قرعه دوري كره القدم اللي تتكون من 24 فريق، طبعا اغلب الفرق معروفه وديما تنافس في الدوريات الرمضانيه واغلب الدوريات اللي تقام في كل ليبيا، وان شاء الله تكون البطوله والمهرجان في اعلى مستوى، ونطلب يعني التعاون من زوار المهرجان والفرق المتنافسه لتسهيل العمل على لجان المنظمه يعني اللي سهرت طول الفتره الماضيه ليلا نهارا لانطلاقه هذا المهرجان في افضل ما يكون ان شاء الله.